أهلين وسهلين. أهلين بحضرتك. بما أنكم شرفتوني بهالزيارة بحب استغلها وأقول لك كل عائلتي معجبين فيك. عن جد يسلموا، هذا من ذوقك. وأنتي الزوجة اللي طلع جان كرمالها على الهوى واعترف لها بحبه؟ مع الأسف. إيه هي أنا. ليش مع الأسف حياتي؟ ما فهمت عليكي. مع الأسف يعني ما أنا واضحة كتير. مع الأسف نحنا كذبنا الكذبة وصدقناها، مو بس هيك وسايقين فيها. نحنا بصراحة ناويين نطلق دكتورة. روقي شوي حبيبتي، ليش متوترة كل هالقد؟ أنا بيجي لعندي أزواج مثل حضراتكن، بيعصبوا وبيصرخوا بوش بعض كل الوقت، بس بعدين بيطلعوا من هون متصالحين وماسكين إيدين بعضهم. سمعتي؟ عم بتقول ماسكين إيدين بعضهم وبيتصالحوا؟ اسمعي كلامها لحتى نطلع من هون متصالحين. فتون حاجمة يا عم. لك روقي الشبك. جان أنت حكي لي شوي، خلينا نسمع رأيك. طيب رح أحكي لك دكتورة. أول شيء أنا بحبها لمرتي بجنون. يعني زواجنا صار له فترة مانا طويلة ولا قصيرة، وشوي منفرح وشوي منزعل، يعني مثل أي اثنين متزوجين، وأحياناً منتخانق ومشاكل وهيك. كنا عايشين وعين الله علينا وكل واحد بينام بغرفته كتير مرتاح. شو؟ يعني ما بتناموا بغرفة واحدة؟ لا طبعاً. كيف يعني؟ يعني أنا فهمت عليكي دكتورة، هذا الشيء اللي حضرتك قصتيه ما صار أبداً. ما بعرفه أنا، ما بعرفه، لأنه هو كان عنده ملعب تاني، والأحسن هلأ ما نحكي بهاي المواضيع بلاها. على طول بتحكي هيك مرتي دكتورة، دائماً الكلام بيطلع من تمها دج. إذا أنا دج أنت شو؟ نسيان حالك شو مساوي سيد جان؟ إذا بتحب ذكرك فيهن. سمعتي بإذنك شو قالت؟ تهديدات كل الوقت، كل الوقت تهديد ووعيد، وأحياناً بتكون عنيفة. كيف يعني؟ خبريني. قلت لي أنا عنيفة؟ العنف اللي قال عنه هلأ يعني كم عضة على الماشي وكم نعرة بطريقي. بس أنا بتمنى أمسك الشحاطة وأسفقه فيها. سمعتي دكتورة؟ كمان تهديد كل الوقت هيك معنفتني. وقفوا شوي، أنا ما فهمت شو قصدكم تقولوا. كيف يعني؟ ما فيكي تفهمي صعب دكتورة، ما فيكي تفهمي. ها دكتورة جان بيك اللي قدامك كان لازم يجي لهون لحاله، وما بعرف ليش جرجرني لأجي معه. ليش بقى؟ حكي لي. اللي ما بتعرفيه إنه جان عبارة عن بحر غميق، بتلاقي فيه كل شي بدك يا جفا، صافي نق وسق فيه، غرور للسما فيه، وفوق منها عنده شيزوفرينيا مو معقولة. اسألي عن حاله وشوفي إذا بيقدر يجاوبك. ها عن جد ما عم صدق. أنا هيك فتون؟ ايه؟ واحد مغرور وجفس؟ ايه طبعاً. لعمة دكتورة يلا تفضلي احكي للدكتورة، احكي لها شوي عن حالك، قديشك مهملة وقديشك معفنة وقديشك وسخة. تعرفي دكتورة بتاكل بطريقة القندس، بخاف منها اللي بيشوفها، لكل العيلة مو قدرانة تمنعها نهائيا، لكل الوقت عم تاكل مثل القندس، والله العظيم بتخرب بيت اي زلمة بيحواها. ايه لا انت واثق من اللي عم تقوله؟ اي نعم. بس دقيقة، روقوا شوي واسمعوا شو بدي قلكن. خلونا نقارب وجهات النظر. قلولي كيف بتقضوا الوقت مع بعضكن؟ نحنا ما منطلع مع بعض. يعني حضرتك بتعرفي جانتيكين لأنه مشهور مو قدران ينفتح على الأوساط الاجتماعية، بس الشهرة وغيرها كلها حجج، هو ما عنده غير المقت. لك تتخيلي فرشاية الأسنان فرق 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 عم يجبرني أفرك الحمامات كل يوم. هالحكي صح؟ أنت عم بتخلي مرتك تنظف الحمام بفرشاية الأسنان؟ ايه طبعاً. يا الله لو تعرفي وتشوفي رح تتفاجئي كتير. طبيعي شغلك بهالطريقة لأنه عم بدفع دم قلبي. شو؟ أنت تدفع مصاري لمرتك مقابل التنظيف؟ أي نعم. كيف يعني؟ دكتورة أنا وفتون تزوجنا على هالأساس. بس دقيقة روقوا علي لأفهم، لأنه أنا بصراحة ما استوعبت. خلونا نوقف. ما حزرتي دكتورة، مستحيل نوقف، لأنه إذا وقفنا أكيد رح نوقع. أنا أصلاً شو اللي جابني لهون؟ لكن قرر أني أتطلق، بس زوج جابني لعندك. فتون عدي محلك وخلصينا. شفتي دكتورة؟ رجعي يتأمر علي. لك في إنسان بيحكي بهاي الطريقة مع مرته؟ حياتي ممكن تعدي لو سمحتي؟ إيه
لكن احنا لازم نحكي للدكتورة انه تزوجنا باتفاقية وهيك. ذكرتني، وهلا كمان رح نتطلق باتفاقية تانية. لا ما رح نتطلق. رح نتطلق. لا تحلمي اني طلقك واتخلى عنك، لا تحلمي ابدا. رح تطلقني وغصبا عنك. ما رح اطلقك. رح اطلق. ما رح اطلقك. رح اطلق. ما رح اطلقك. رح اطلقك. اعلى ما بخيلك اركبي. ورجيك. ورجيني. بنشوف. يلا لشوف. خلصينا بقى. لوين رايحة؟ فوتون فوتون. دكتورة انا اسف كثير بس بوعدك بوعدك بقرب وقت بشي من عندك غصبا عنك. فوتون. يا ربي دخيلك. العمى بكفي حاجة جنان. لك مو على اساس رح توقع، مو هيك وعدتني انت؟ لك شو هالحكي الفاضي اللي عم تحكيه؟ تذكرتي انا شو قلت لك؟ ما قلت لك اذا اقتنعت رح اوقع لك؟ وبرايي هالمخلوقه ما فهمت شو مشكلتنا ابدا، اي منشوف غيرها. واحد كذاب. لك فوتون شو هالحكي هلا؟ ليش عم بتطالعيني كذاب؟ تعالي لحتى وصلك. حل عني. العمى طاقين فيوزاتها على الاخر. لك هذا جان تكين. مرحبا. ممكن أخذ صورة معك؟ بدي أرجيها لرفقاتي. إيه ما بيتحق. يمكنك الاشتراك في قناتنا لمشاهدة المزيد من مقاطع الفيديو وتشغيل الإخطارات لتكون أول من يشاهدها.